ما شاء الله. دخوس الكويتي. ويلي ويلي. زيت الثوم حبة كاملة نفرمها الفرامة. الثوم نحمس الثوم عدل. نحمس الثوم شوي. علبة معجون الطماط ونبدي نحرك بين 3 دقائق إلى 5 دقائق. نضيف قفشة وسط كزبرة، قفشة وسط فلفل أسود، وضيف الطماط المفروم، عندي 4 حبات طماط فرمتهم، أضيف له الملح، أضيف له الماء الحار بحدود 1/2 كوب، الفلفل الحار حسب الرغبة، وغطيه وتركه لمدة 20 دقيقة.